السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اون لوسون، يعني درس ديال لي زادجيكتيف. كنا شفنا في الفيديو اللي داز دو ماسكولين او فيمينا، يعني من المذكر المؤنث، ودابا غادي نشوفوا ان شاء الله لو بلوريال دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، اي الجمع ديال الصفات الوصفيه. قبل ما نبداو دائما غادي نديرو واحد التذكير بالتعريف، يعني بديفينيسيون ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. قلنا لادجيكتيف اي مو اجوتي ا ان نوم او برونوم بور لوي ابورتي ان كومبليمون دانفورماسيون كونسيرنون سا كاليتي او سون ايتا. اون ريغل جينيرال اي ساكورد اون جونغ ماسكولين او فيمينان. هذه هي اللي شفنا في الفيديو السابق ديال ماسكولا او فيمينا، يعني مذكر او مؤنث، اي اون نومبر سانغولي او بلوريال. ودابا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا سانغولي او بلوريال ديال لي ادجكتيف كاليفيكاتيف، وكيفاش كنحولوا من سانغولي لبلوريال، شنو هي القاعده اللي كنستعملوا مع كل حاله. ولكن قبل غادي نديرو واحد التذكير ديال دي ماسكولين او فيمينا، اي من المذكر الى المؤنث. سوا اون اجوت او او ماسكولين، يعني كنزيدو واحد حرف الاو في الاخير بالنسبه للمذكر، يا اما لادجيكتيف غيست ايدونتيك، يعني الصفه كتبقى كيف ما هي، يا اما او او اكس دوفيان E U S E، يعني E U X في الاخر ديال الصفه كترجع لنا E U S E. يا اما تور دوفيان تريس، يا اما اور دوفيان اوز، يا اما اف دوفيان في او، يا اما او ار دوفيان ار، يا اما او دوفيان ال. وهادشي كله شفناه في الدرس السابق وشفناه مع الامثله وكلشي. غادي نخليكم الرابط في صندوق الوصف باش اللي ما شافوش يولي يشوفو وعاد يشوف هاد الدرس. هنا بغيت ندير تذكير سريع وصافي. ودابا غادي نشوفو لو بلوريال دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. اون جينيرال اون اجوت اس او سانغولي، يعني في القاعده العامه اولا في الغالب كنزيدو حرف الاس للمفرد وكيرجع لنا الجمع. غادي نشوفو اول حاجه هو السانغولي هو المفرد. غران اللي كتعني كبير، و الى هاد غران عندنا في المفرد يعني في السانغولي وبغينا نردوها في الجمع يعني البلوريال، قالت القاعده بلي خصنا نزيدو اس في التالي، يعني كترجع غران. نفس طريقه الكتابه غير هي كنزيدو عليها الاس باش كتولي في الجمع. لاحظتوا في السانغولي في المفرد كنقولو غران، وفي الجمع بلوريال كنقولو غران، يعني نفس الطريقه ديال لا برونونسياسيون، نفس طريقه النطق، الا ان هنا كنزيدو اس وهنا ما كتكونش اس، حيت هنا عندنا مفرد وهنا عندنا جمع. غادي نشوفو مثال توضيحي. ان غران نومبر، ان غران نومبر يعني عدد كبير، غران هي كبير. الا بغينا نقولو اعداد كبيره غادي نقولو دو غران نومبر، اي ديك غران كتبقى هي ولكن كنزيدو غير الاس اللي درتها انا بالاحمر في الاخير باش كترجع بلوريال، يعني باش كترجع الجمع. في اغلب الحالات في اللغه الفرنسيه لو بلوريال دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، اي جمع ديال الصفات الوصفيه، كنزيدو حرف الاس في الاخير، ولكن بطبيعة الحال كاينين دي زيكسيبسيون غادي نشوفوهم جميع. اول اكسيبسيون لي زادجيكتيف تيرمين باغ اس او اكس نو شانجون با او بلوريال، اي الصفات التي تنتهي بحرف الاس او حرف الاكس لا تتغير في الجمع، يعني كيف ما كتكون في المفرد كيف ما كتكون في الجمع نفس الطريقه. غادي نشوفو كيفاش. ها حنا عندنا هنايا سانغولي اللي هو المفرد ديليسيو، ديليسيو اذا بغينا نحولوها للجمع يعني البلوريال كتبقى هي هي ديليسيو، ديليسيو يعني الجمع ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف
اللي كتسالي ب s ولا ب x ما كتغيرش، كتبقى هي هي. مثال اللي درنا هنا ان غوبا ديليسيو، ان غوبا ديليسيو يعني طبق لذيذ، واحد طبق واحد لذيذ. ولا بغينا نقولوا بزاف ديال الاطباق لذيذة كنقولوا دي غوبا ديليسيو، دي غوبا ديليسيو. كيف ما لاحظتوا ديليسيو كاينه هنا وهنا بحال المفرد بحال الجمع، ما كاين حتى شي مشكل. نعاودوا الصفات اللغة الفرنسية ملي كيكونوا كيساليو لنا ب x او لا s ما كنبدلوهمش من المفرد للجمع، كيبقاو هما هما. لو بلوريال دي زادجكتيف كاليفيكاتيف كذلك كاين حاله واحده اخرى، لي زادجكتيف اون او ا او فورمون لور بلوريال اون او ا او اكس، يعني الصفات التي تنتهي ب او ا او تغير في الجمع الى او ا او اكس. عندنا هنايا سينغولي اللي هو المفرد، بو، بو هي جميل. الا بغينا نديروها في الجمع كنردو داك او ا او او ا او اكس وكترجع بو. هنا كذلك نفس الطريقه ديال النطق، برونونسياسيون هي هي ما كتبدلش، ولكن طريقه الكتابه هنايا كتكون اكس زايده. عندنا بو بو، وين هنا ما كاينش الاكس الاخر وانما هنا كاين الاكس في الاخير. مثال بوشيان، ان بو شيان يعني كلب جميل. الا بغينا نقولوا كلاب جميله كنقولوا دو بو شيان، دو بو شيان. هذه بو هنايا بلا اكس يعني راها في سانغولي في المفرد، وهنا بالاكس يعني راها في الجمع. قلنا في لي زادجكتيف اي صفات اللي كتنتهي ب او ا او في الجمع كترجع او ا او اكس. حالة واحدة أخرى، les adjectifs en al forment leur pluriel en a u x، يعني الصفات التي تنتهي ب a l تغير في الجمع إلى a u x. عندنا هنا المفرد singulier هو مثال vertical، vertical. لا بغينا نردوه للجمع قلنا ديك a l كترجع لنا a u x وكتعطينا هنا vertuco، vertuco في الجمع vertico، يعني في سانغولي vertical وفي الجمع vertico. حنا غير طبقنا القاعده ما درنا والو، قلنا ال ال كتحيد وكترجع بلاصتها ا او اكس. ان تري vertical، ان تري vertical يعني خط عمودي، تري هو الخط و vertical هي عمودي. الا بغينا نقولوا خطوط عموديه كنقولوا دي تري vertico، دي تري vertico. غادي نديرو تذكير سريع بالقاعدة اللي شفنا اليوم. قلنا من البلوريال دي زادجكتيف كاليفيكاتيف يا إما في القاعدة العامة اون جينيرال اون اجوت ان اس او سانغولي، يعني كيكون عندنا المفرد وكنزيدو حداه الاس كنحتفظو بالمفرد كيف ما هو، يعني الصفة في المفرد كيف ما هي وكنزيدو حداها حرف الاس. يا إما لي زادجكتيف تيرميني بار اس او اكس نو شونجون با او بلوريال، يعني الصفات اللي كتنتهي لنا بحرف الاس او لحرف الاكس ما كتغيرش من مفرد الجمع كتبقى هي هي. يا إما لي زادجكتيف اون او فورمون اون لو بلوريال اون او، يعني الصفات اللي كتسالى ب او ا او كترجع في يعني في المفرد كترجع في الجمع او ا او اكس. كذلك les adjectifs en al forment leur pluriel en o، يعني صفات اللي في النهايه ديالها al كنحيدو al وكترجع بلاصتها aux. باش تبعوا معنا مزيان، في الفيديو السابق شفنا من الماسكولين للفيمينا بالنسبه لي زادجكتيف، يعني من المذكر للمؤنث ديال الصفات. شنو هي القاعدة اللي غادي نتبعو باش واحد الصفة تكون عندنا مذكر وكنردوها مؤنث؟ اما في هذا الفيديو شفنا من المفرد للجمع، شنو هي القاعدة اللي غادي نتبعو باش حاجة في المفرد غادي ترجع لنا حاجة في الجمع؟ وفي الفيديو اللي غادي يجي ان شاء الله غادي نديرو تمرين تطبيقي مع
صحيح ديالو باش ان شاء الله نفهمو مزيان كيفاش كنستعملو هاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف، اي الصفات الوصفية في المفرد وفي الجمع وفي المذكر وفي المؤنث. ولي ما فهمش شي حاجة الله يخليكم يخلي لي تعليق وانا غادي نحاول نفهم له اكثر. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون مفيد بالنسبة لكم، ونتلقوا فيديو جديد. مع السلامة.